أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من تعليم يسوع المسيح على الجبل في عظته الشهيرة. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي. إحنا موجودين في الأراضي المقدسة، موجود في وطن المسيح الثاني اللي هي كفر نحوم، وموجود أيضا في المجمع القديم. في هذه الحلقة رح أتكلم عن قول يسوع في التطويبات عندما قال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة، وإذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار يمكنك التواصل معنا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.